بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعي الله في الحلال. اليوم متواجدين في مكة المكرمة، وكما عودناكم كل يوم خميس لنا تغطية في سوق رعد الشمال، وبإذن الله راح نغطي لكم أسعار المقاني وأسعار البهم. اليوم ما شاء الله تبارك الله العروض متوفرة، كل الشبوك هذه عروض، وبإذن الله راح نصورها لكم نوضح لكم أسعار. تابعونا والله يحيي الجميع. عم هذان كوش المدين ثمانين صوفة مجدد مفحوص، الحراج 132,000 ريال، 132,000 ريال. من عروض اليوم في سوق رعد الشمال غنم جنب عددها 100 راس، معها واحد تو مولود ما شاء الله تبارك الله. ايضا كذلك من ضمن العروض معزة عوارض صنف عددها 12 تحت 12، في حالها معزة طيبة ما شاء الله تبارك الله. كذلك من ضمن العروض غنم جنب عددها 100 راس من حلال الطائف، توها واصل اليوم بإذن الله، حراجها راح يكون بعد صلاة العصر. ألف وتسعين. مرة أعطيها باركة شاور، مرة كلهم قنعين. أحد عنده زود، أحد عنده شف، مرة أعطيه أبارك. مرة 960 سبعين. أبيع مرة أقول يستاهل مرة يا عمي يا زول. شوف عمك الله يبارك له. غير دور يا رجل. 960 أبيع يا ولد، لا تنكفها. مرة أعطيه أبارك أشاور، مرة كلهم قنعين، مرة 960، مرة 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 ها آه عم عمير، مرة أعطيها بارك أشاور، مرة 960، مرة كلهم قنعين، مرة 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 أنت باللي هنا، مرة أعطيه أنت شايف، مرة أعطيه، مرة كلهم قنعين، راحت بستين الله يبارك لك. تقني أخير تمام يا ثلاثي. هيا من حلال افتح الباب هذه كم نقول؟ 14 مليون. يا بن حلال 50 يا ابو فلان 50 بديال 650 علي ابي أبيع مرة 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 أقول يستاهل. ها يا عمي 650، 710 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
ابو سبع 20 ما على ورا 40 مره اعطيها بالك اشاور لك مره كلهم قنعين احد عنده زوج احد عنده شف مره اعطيه ابارك له اشاور له مره 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 يا ابو سما 820 مره اعطيها بارك اشاور مره راح 820 احد عنده زوج احد عنده شف مره اعطيه ابارك له اشاور له 820 مره كلهم قنعين مره راح 820 الله يبارك لك 1210 عبد الله 10 20 كم هنا 30 مرة كلهم قنعين مرة أحد عنده زوج أحد عنده شاب 980 أو معك ذعبي معك مرة الله يبارك له بالك الله يبارك لزبوني هنا يا رب سجل يا كاتب 30 هنا راتب 710 يا ولد راح ب 700 انا ممكن ادورها انباع ب 700 910 انباع 910 انباع بعت ب 700 يا رجل 710 بيع مره التقنيه على خير 710 بيع مره الله يبارك الجبر سجل 570 ابيع علي كريم عمي ايش حفاري 570 ابيع مره اقول يستاهل اقول عنده دراهم ابو 60 مره اعطيها بارك مره كلكم مره اعطيها بارك له 540 احد عنده زوج مره الله يبارك له يستاهل اقبل 10 لا 10 يقبل 10 مو 20 اقبل 10 600 ريال اقول 10 اقول 10 اخواني بصنا على النبي حد عنده زود 600 ريال ابيع مره هاي عمي اقول 10 اقبل 10 منكم علي شريف مره 1140 اعطيها بارك اشاور مره كلهم قنعين ب 1140 احد عنده زوج احد عنده شب مره اعطيه ابارك له اشاور له مره كلهم قنعين 1040 مره اعطيها بارك 1140 60 صعري 60 مره اعطيها بارك اشاور 1160 احد عنده زوج احد عنده شب مره
سعد الله مساكم كل خير متابعينا الكرام، متواجدين الآن في سوق نوادر الأغنام بمكة المكرمة للمزادات. سوق نوادر الأغنام اللي هو سوق أبو هليبة سابقا. ما شاء الله تبارك الله، الترتيبات جارية لافتتاح السوق، وبإذن الله غدا يبدأ مزاد المربي سيف القمي الرابع على جلب طليان وارخام نوادر من إنتاج مراحة الكايدات المالكة عبد العزيز الفضل. بإذن الله نرحب فيكم جميع، والمزاد يبدأ غدا الجمعة بعد صلاة العصر، وبإذن الله راح ننقلكم إن شاء الله تغطية كاملة عن السوق وعن المزاد، والله يوفقنا وإياكم جميعاً.